السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مع مراجعة اختبار شهر نوفمبر على الوحدة الثالثة والرابعة. نبدأ بكتاب المعاصرة يا جماعة. Space helps people who are poor or don't have a home. Charity، الجمعية الخيرية، برقم B. A terrible event، حدث طبعا فظيع، such as an earthquake، زي الزلزال، بنسميه إيه؟ Disaster، كارثة، برقم C. Ail is someone who works for no money، volunteer، تطوع، بيعمل بدون أموال، يبقى نمبر A. The ancient Egyptian actors space down their ideas، طبعا توك داون، يدون، دونوا طبعا. A space knows how to look inside the body to help people who are ill، A surgeon، الجراح. A space teaches people how to play or improve a sport، يحسن في الرياضة طبعا. A sports coach. Do you know the space between no and no difference، اختلاف طبعا. My father got a job 15 years ago، علامة الماضي. They moved to a bigger flat a year later when I was born. My grandfather used to play football when he was young. اخطاء. My uncle used to be a firefighter but now he is a police officer. دينا طبعا عدم وجود عدم في الماضي، يبقى دينا didn't use to give money to a charity but now she does. Did you see المصدر طبعا the film last week؟ He met a واحدة طبعا on dream when he was 20. الامتحان الثاني. You can watch sports matches at a stadium. Muslims or Muslims pray at، بيصلوا فين؟ mosques، المساجد طبعا او الجوامع. You can find a lot of space at museums. Statues، تماثيل. Are buildings which are not complete. Ruins، البقايا، الاطلال، الاثار. This chemical helps to space away mosquitoes. Keep away، يبعد طبعا الايه؟ البعوض والناموس. الذباب. Bees and ants are important insects، حشرات. Ali's uncle works for a big oil company in the UAR، in the UAE، طبعا شركة بترول في الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات. When we sat down for a picnic lots of runners were running through the park. I was doing my homework when my sister called me. ماضي بسيط، قاعدة وين. You mustn't drink or eat in the library. You space run in a museum. يبقى you mustn't، منع وتحريم، يجب ألا تجري في المتحف. Must you buy، المصدر، a ticket or use a guide. As while، just as Kareem was taking photos of the animals he lost his phone. While Mona was playing tennis she hurt. قاعدة while طبعا الفعل التاني ماضي بسيط، hurt hurt hurt. عندنا مراجعة كتاب اسمه المستر يا جماعة، عامل برضو راجع جميع جدا على النت، نشوف مع بعض كده. نبدأ بالتيست طبعا على الوحدة التالتة. طبعا وبدأ بالليسنينج، هتلاقي عندك طبعا في آخر الفيديو طبعا نص الاستماع، حد يقوله لك وانت طبعا تستخدم الإجابات. اهو وي ار براود اوف دكتور مجدي يعقوب بيكوز هي از، طبعا كنا حلو معاه تعامل من خلال الدرس اللي خدته طبعا. طبعا هو جريت، هي هيلبس بيبول باي جيفن زيم نيو هارتس، قلوب طبعا ايه جديدة. In 2001 دكتور مجدي طبعا stopped working، توقف عن العمل. مجدي يعقوب started a charity for ill children in، طبعا بقى شوف القاهرة ولا أسوان ولا الجيزة ولا أليكس. المحادثة، أحمد asks أروى about herself، سؤالها سؤال، قالت له طبعا I live in جيزة، by where do you live؟ سألها سؤال تاني، قالت له I come by bus، نرى بسيطة اهو، يبقى هاو دو يو كم تو سكول مثلا، اي كم باي باص، رجع قال جمله ام ترويت له اي ثينك اتس ا جود سكول، وات دو ثينك اوف يور سكول، هو سؤال طبعا. اي وونت تو نو يور اوبينيون اباوت ذا سكول، اي ثينك اتس ا جود سكول. رجع احمد قال جمله يو لايك يور تيشرت زير، يبقى do you like your teachers there؟ Yes I like them very much. طبعا القطعة يا جماعة بيقول لي what do the pigeons carry؟ قطعة بصعوبة، لكن الناس كانت بتستخدم طبعا البيجنز الحمام للتوصل طبعا منذ مئات السنين، ومع ذلك المشيرين السياحيين طبعا في كلوريدا طبعا امريكا بيستخدموا طبعا الحمام اليوم. المشيرين طبعا بياخذوا الصور السياح
اللي طبعا سافروا عبر النهر طبعا، وبعد كده طبعا بيستخدموا الحمام لكي يحملوا ايه الكاردز فروم ذا كاميرا، الكروت طبعا اللي من الكاميرا لمسافة 2 كيلومتر طبعا أسفل النهر إلى مكاتبهم، حيث يستطيعوا أن يطبعوا الصور ويحمضوها طبعا. كانوا بيستخدموا طبعا، يعتادوا أن يستخدموا أو يأخذوا من الكروت أو البطاقات من الكاميرا بالسيارة، ولكن هذا كان يستغرق فترة طويلة جدا. الحمام طبعا بيستغرق 20 دقيقة، وبعد السياح بيكونوا سافرين طبعا للمكتب، الصور بتكون جاهزة لكي نراها. بيقول لك وات دو بيجنز كاري، طبعا كاردز قلنا فوق اهوت فروم ذا كاميرا 30 كيلومتر داون ذا ريفر. واي ووز ذيس هيلب ذا تورست ان كلوريدا؟ وير از ذا اوفيس؟ طبعا وضحت القطع خالص اهوت، بقى حاول تحلها انت اجي يلا كده. عندي بيقول لي ان ذا باست ذي يوز تو سبيس ذا كاردز باك تو ذا اوفيس. في الماضي كانوا يعتقدوا انهم يعملوا ايه البطاقات طبعا الى المكتب، زي برنت ذا فوتوز ان ذا، بيطبعوا طبعا الصور فين؟ ذا بيجنز ار سبيس ذان ذا كارز. هل هي سلور ولا فاستر؟ اسرع ولا ابطا؟ ارجع لموضوع كده طبعا وضحتها خالص اهوت، مش هو المنهج بتاعنا. He used to get up early when he was young. He is used to doing clever things. عشان في ام ويز وار قبل used to. Mrs. Dina used to work as a professor or a teacher. A teacher مدرس طبعا in an international school. The heart spaces blood around the body. Bombs. يضخ نمبر دي. Ancient Egyptian doctors wrote down their ideas thousands of years ago. يبقى wrote down. I didn't used to live in such a big house. المصدر طبعا رؤية was a volunteer متطوع طبعا for the education. A space always helps people when there is a disaster. كارثة طبعا، يبقى مين بقى يا جماعة؟ charity worker. I used to smoke but now I don't smoke anymore أو any longer. لما أقعد أدخن. Space or an space does a job without being paid a volunteer. الأخطاء. I'm very proud of my father. Did he use to study hard? مصدر أريج won a prize for her school project. He didn't use to come late. She is used to cooking. اكتب الموضوع طبعا عن how life used to be different in ancient Egypt. اهو كيف عادة الحياة أن تكون مختلفة في مصر القديمة. Life in ancient Egypt was different to today. مختلفة عن اليوم. Poor children didn't use to go to school. أطفال الفقراء لم يعتدوا على الذهاب للمدرسة. Children from rich families used to start school. أطفال الأسر الغنية اعتادوا على أن يبدأوا الدراسة when they were about 7 وهم عندهم 7 سنين. Children used to enjoy playing games. اعتاد الأطفال أن يستمتعوا طبعا بلعب المباريات والجيمز. When older parents died لما طبعا الوالدين اللي كبروا في السن طبعا ماتوا. They used to leave their houses to the sons. اعتادوا أن هم يتركوا المنازل لأبنائهم. The ancient Egyptians used to leave jewelry and furniture. المصريين القدماء اعتادوا ان هم يتركوا المجوهرات والفرنتشر والعفش او الاثاث inside their houses داخل بيوتهم to the daughters للبنات. they lived around the Nile River طبعا كان بيعيشوا طبعا حوالين نهر النيل where they could grow crops يزرعوا المحاصيل. they built pyramids بنوا الاهرامات. you can still see these pyramids today بامكانك ان ترى هذه الاهرامات او ما زلت ترى اليوم موجوده الان يعني. they knew a lot about math كانوا يعلمون الكثير عن الرياضة medicine الطب and farming. A job you like. There are many interesting jobs. طبعا في وظائف شيقة جدا. I think the doctor's job is the most important one. أهم طبعا وظيفة هي وظيفة الطبيب. He or she helps us get better after being sick. هو أو هي بتساعدنا طبعا أو يساعدنا أن يكون أفضل بعد ما نعيا. I look forward to becoming a doctor. أتطلع إلى أن أكون دكتور one day في يوم من الأيام. To look after the sick. أعتني بالمرضى. And to try to find out the reason for that. واعرف السبب. He always looks after ill people. دايما بيعتني بالناس المريضة. And tries to find out why they are ill or what hurts them. يحاول يكتشف لماذا هم مرضى أو إيه اللي بيأذيهم. If a doctor understands their illnesses أو illness لو الطبيب فهم مرضهم المرضى بتاعهم المرض بتاعهم. He gives them the right medicine. هيعطيهم طبعا الدواء المناسب to feel better لكي يتحسنوا. A good doctor usually makes sure that all people feel healthy. طب الجيد دايما بيتاكد ان الناس كلها الناس تشعر بايه على ما يرام او بصحه جيده. The nurse's job is as important as she helps doctors and patients. طبعا وظيفه المرضى طبعا مهمه جدا انها تعتني بتساعد الاطباء والمرضى. They are truly angels او angels
angels نعم حق الملائكة. We have to work hard to have the jobs of our dreams. يجب أن نعمل بجد لكي يكون لدينا وظائف مثل أو وظائف أحلامنا تتحقق يعني. What makes a hero؟ ما الذي يجعل الشخص بطل؟ A hero is someone who can show courage. شخص ما بيظهر الشجاعة when they face a problem. عند مواجهة المشكلة. A hero is a person who is able to help the others in many ways. البطل هو الشخص القادر على أن يساعد الآخرين في بطرق كثيرة. A person can become a hero by saving someone who is in danger. ممكن الشخص يكون بطل ينقذ شخص ما في خطر. Another example of a hero is someone who is there to help others. شخص طبعا آخر بيكون موجود لمساعدة الآخرين to go on through difficulties of life. أنهم يجتازوا ويعبروا صعوبات الحياة. A hero can be someone who gives up their life. بطل ممكن يكون شخص بيقلع عن حياته أو بيضحي بحياته so that others could live الآخرين يعيشوا. A hero does not always have to show courage. يعني مش شرط دايما ان هو يظهر او بيضطر يظهر الشجاعة. He can be afraid. ممكن يكون خائف but still be a hero. ولكنه ما زال بطل through his other actions من خلال تصرفاته وافعاله الاخرى. A hero can be a teacher. البطل ممكن يكون مدرس. He can teach you to read or write. يعلمك القراءة والكتابة and that will make a big difference in your life. وهذا سوف يحدث اختلاف في حياتك او يعمل يغير حياتك. That is a hero to me. هذا هو البطل بالنسبة لي. Someone who makes a difference in a person's life. هو الشخص اللي بيحدث اختلاف او فرق في حياة شخص اخر. الموضوع التاني يا جماعة. Someone I am proud of. شخص ما انا فخور بي. Of all the members in my family. من كل افراد اسرتي. My mother is the person I am proud of. امي هي الشخص اللي انا افتخر بيه واعتز بيه. She is 40 years. عمرها 40 سنة. She looks much younger than her age. تبدو اكثر شبابا من سنها الحقيقي. والشورت هير انا بيوتفل فيس. شعر قصير وجه جميل. She works hard. تعمل بجد. At work. في العمل. She is respected. تحترم. By all of her friends. من قبل كل اصدقائها. She is a useful person in society. هي شخصية مفيدة في المجتمع. My mother always does the housework well. دائما بتعمل تقوم بشغل المنزل او البيت بشكل جيد. She is a very good cook. طباخة ماهرة. I really admire her. اني حقا اعجب بها. For her wonderful dishes. لتنوع اصناف الاطباق التي تقوم بطبخها الرائعة. She often spends her free time cooking delicious dishes for us. غالبا بتقضي وقت الفراغ في طبخ اطباق لذيذة لنا. Which makes everyone in my family happy. وهذا بيجعل الجميع في الاسرة سعيد. What's more. الاكثر والاكثر شيئا. كمان يعني my mother is an excellent advisor. طبعا مامتي دي مستشارة او منصحة او نصيحة رائعة وممتازة. I always love her. دايما بحبها. And I will always be proud of her. ودايما افتخر بها. اخر موضوع الحلقة الثالثة يا جماعة. How life used to be different in ancient Egypt. طبعا كيف كانت الحياة مختلفة في مصر القديمة. Life in ancient Egypt was different today. قلناها بكده طبعا اهو. مكرر على فكرة. بنفس الموضوع ان ايه. التست الثاني الوحدة الرابعة. طبعا استمعوا بقولك بقى. How was Alice holiday. كيف كانت اجازة علي. Where did Ali go on holiday. اين ذهب في الاجازة. How did he travel. كيف سافر. Where did he stay. اين مكث. المحادثة بقى يا جماعة. Ali meets a tourist and asks him some questions. قابل سائح وبيسأله بعض الأسئلة. Hello, I'm pleased to meet you. سعيد للقائك. قال له I'm pleased to meet you too. أنا أيضا. Where do you come from. طبعا مش يبقى شيء. مش كامل بكلمة واحدة. حاسس طبعا هيكتب السؤال كامل. أكيد رقم واحد كل تناقصة. يقول لي بقى Where do you come from. قال له I come from England. المفروض تبقى is it مش it is. It is your first visit to Egypt. يبقى تقول له No, I visited Egypt years ago. لا مش أول مرة لأني زرت مصر من قبل. سأله سؤال. قال له How long are you going to stay here. هتقعد قد ايه هنا. قال له 2 weeks. Which places are you going to visit. ايه الأماكن اللي هتزورها. يبقى طبعا يقول له I am going to visit أو I am going to stay at Giza and the Valley. طبعا حرف الجر دي يعتبر غلط. I am going to visit Giza and the Valley of the Kings in Luxor. طبعا المحادثة يا جماعة برضه القطعة اهيت. هقرا لك بس بتحاول تحلها. انت بسهلة جدا. At school we learn من السبجكت. سبجكتس طبعا في أخطاء في الطباعة. في المدرسة طبعا بنتعلم مواد دراسية كثيرة. My favorite school subjects is English. My favorite school subject is English. أفضل مادة طبعا دراسية هي الإنجليزية. ولearn it to be able to speak to tourists who come to Egypt. نتعلمها عشان نقدر نتكلم مع نتحدث مع السياح اللي بيجوا مصر. We also learn it to read English books and magazines. عشان نقدر نقرأ طبعا الكتب والمجلات الإنجليزية. Most names of machines and medicines are written in English. معظم الأسماء والآلات أسماء الآلات والأدوية تكتب باللغة الإنجليزية. We also learn history and geography.
ايضا بنتعلم التاريخ والجغرافيا to know something about the world around us، نعرف العالم حولنا. ولان عربي to know our language very well، نتعلم اللغه العربيه كي نعرف لغتنا بشكل جيد. طبعا سهل. can you read names of medicine؟ لك هل تستطيع ان تقرا اسماء الادويه؟ why؟ what's your favorite subject؟ ما مادتك المفضله؟ is learning english able us is learning english can learning english help us to speak to tourists؟ طبعا السؤال في اخطاء طبعيه. هل تعلم الانجليزيه بيمكننا، ممكن تقول does learning english enable us، بيمكننا للتحدث مع السياح. ولearn space because it's our first language، بنتعلم ايه عشان هي إيه اول لغه بتاعتنا، اللغه الاولى طبعا العربي. at school we learn many space subjects، في المدرسه بنتعلم ايه؟ مواد دراسيه، نقط كثيره طبعا باينه اكيد useful. most names of machines and medicines are written in، طبعا باينه خالص معظم اسماء الادويه والالات تكتب بالايه؟ بالانجلش. منهج يلا. if you space a building you go into it، if you enter دخلت. people usually build space around gardens or between the rooms of building، بيبنوا دائما يا جماعه corridors around the gardens or between the rooms of buildings. a space is a person who goes to many places، traveler سافر رحاله. there is a beautiful space from the top of the mountain view. I didn't space to the museum last week، didn't to المصدر يبقى I didn't go to the museum last week. my sister space me a nice jacket yesterday، يبقى bought. king فؤاد built منتزه بلس قصر الأخيرة. أما التانية اسمها بليس مكان. I am so sorry to space you interrupt قاطعك، but did King Abbas build it؟ building the citadel began in 1176 and finished in 1184. we had lunch at the restaurant and the food was delicious. last night I had a very good night's sleep، ماضي. when you came ماضي بسيط. I was having a shower. in the evenings I like to go out and walk on the pavement. southern of space comes to Egypt tourists، سياح. عندي موضوع بيقول لي a historic place you visited، مكان تاريخي انت زرته. I visited one of the greatest historic places in India، تاج محل in أجرى. زرت واحد من أكثر الأماكن التاريخية العظيمة طبعا في الهند، تاج محل. I went there with my mom and dad، ذهبت إلى هناك مع ماما وبابا. It's very huge in size، كبير في الحجم. I studied about the Taj Mahal at school، درست عنه في المدرسة. I also saw its pictures، شفت أيضا صوره. but watching it with my eyes was like a dream، رؤيته بعينيا طبعا مثابة حلم. that came true، تحقق. it was built by Shah Jahan around طبعا والسنة اللي عندك، اتبنى بهذا العام وسط كذا الشخص ده. he built it as a gift to his wife، بنى طبعا كهدية لزوجته طبعا. ممتاز محل. his history made it more interesting، التاريخ طبعا جعله ايه شيء اكثر تشويقا. it took around طبعا 22 years to build، historic طبعا 22 سنة لبنائه. people think that Shah cut off the hands of the workers who built it so that no similar building could be built، يعتقد الناس ان هذا الشخص قطع ايدي العمال اللي قاموا ببنائه عشان طبعا ما يبقاش فيه مبنى او يبنى مثله مشابه له. therefore لذلك this is one of the most awesome historic places، يعتبر واحد من اجمل واكثر الاماكن التاريخيه روعه. كده خلصنا مراجعه يا جماعه، يا رب يكون الكام تيست دول وبعض المعلومات اللي قرناها تفيدنا في امتحان نوفمبر. ولو في اي استفسار طبعا يا ريت تبعت في الكومنت، ومع عزيمه التوفيق، وحتى نلتقي في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.